طبعا النادي الاهلي النادي الوحيد اللي عنده لعيبه تجاوزت حاجز ال 100 مباراه افريقيه على مستوى الانديه، ماليش دعوه بالمنتخبات، على مستوى الانديه يتصدرهم طبعا حسام عاشور 154 مباراه. وعلى فكره رقم حسام عاشور ده مني ليك كده ما تستناش بقى، ما تقفلش 10 سنين، اقفل لك 200 سنه. 200 سنه صعب جدا ان لعيب يلعب على المستوى الافريقي هذا العدد. ليه بقى؟ لان الخمس لعيبه اولا اللي وصلوا لنادي ال100 بنسمي دايما اللعيب اللي وصل ل100 مباراه افريقيه نادي ال100، اللعيب اللي جاب 100 هدف نادي ال100 سميه نادي، هو مفيش نادي اسمه نادي ال100 لكن يعني شكلا كده بنقول اللعيبه اللي تجميعا يعني. مين بقى؟ حسام عاشور لعب للنادي الاهلي او لعب طول حياته للنادي الاهلي 154 مباراه. وراه وائل جمعه لعب للنادي الاهلي كل مباراته الافريقيه 114 مباراه. وراه عصام الحضري لعب للنادي الاهلي 91 مباراه ولعب 20 مباراه بره النادي الاهلي للانديه الاخرى فوصل ل 212 مباراه، فبرضه لعب للاهلي 212 ولا 112؟ 112 عفوا 112 مباراه. عندك كمان احمد فتحي لعب 91 مباراه للاهلي ولعب معاهم 17 مباراه خارج الاهلي للاسماعيلي طبعا. هو ما لعبش غير الاهلي والاسماعيلي على المستوى الافريقي، كان ابتدى الاول مع الاسماعيلي اما انتقل للنادي الاهلي لعب 91 مباراه. بس دول كلهم كل اللعيبه دي اللي هم بنقول الحضري وحسام عاشور وشادي محمد وائل جمعه واحمد فتحي، خمس لعيبه كلهم ارتدوا قميص النادي الاهلي، ما فيش ولا لعيب تاني حتى تريزور مبوتو اللاعب التاريخي اللي سجل اكبر عدد من الاهداف عشان لعب في خمس انديه ما عداش حاجز ال 100 مباراه. فالخمس لعيبه ارتدوا قميص النادي الاهلي. من ضمن الاهداف الـ 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 الارقام